السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجالس. أعزائي المشاهدين، مجلسنا اليوم إضافة جديدة في سجل العطاء لأبناء شعب الإمارات العربية المتحدة. نعم، فنحن اليوم في مجلس رجل قيادي ساهم بجهود غير اعتيادية في تحقيق رؤية الدولة، فكان الإنجاز عنوانا يسبق كل التفاصيل. يشرفنا أعزائي المشاهدين أن يكون سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط لمارتجمان ضيفا كبيرا وكريما على برنامج مجالس، لنسوح معه في سياحة عمرانية وإنجازية ووطنية أيضا في إمارة عجمان الجميلة. فأهلا وسهلا به وبسموه. طويل عمر، رحب بكم في برنامج مجالس اليوم، ونحن حقيقة سعيدين جدا أن تكون ضيفا عزيزا كريما على برنامج مجالس. أهلا وسهلا فيكم، ومشكورين على البادرة الطيبة لتغطية أخبار ونشاطات المجتمعية في دولة الإمارات. ونحن فخورين جدا، يمكن ذكرت فيها قبل شوي بالكادر الوطني اللي موجود في تونس وابو ظبي، وهذا ما في شك يعني قدام صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد اللي هي رئيس الدوله، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. شوف ما شاء الله، يعني نقله نوعيه في مستوى الخدمات والكوادر الوطنيه اللي تدير المؤسسات في دوله الامارات. ناخذ بس نروح الى فاصل قصير ونرجع. مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير ونرجع نواصل حوارنا. خلكم ويانا لسر بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الاعزاء في برنامج مجالس. يشار عند ذكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي الى الديناميكيه وتميز القياده والاداء من خلال عده اوجه، منها توجيهات سموه بتوطين بعض المهن في دائرة بلدية عجمان، واتباع آليات المتابعة الدورية لنتائج الأداء للموظفين. سؤالي إلى سموكم، كيف يمكن تصور استراتيجية متكاملة للتوطين تراعي كل الجوانب المتعلقة بتعيين وتطوير مهارات المواطنين، ليست القيادية فقط بل وفي المستويات التالية؟ بتوفيق من رب العالمين ودعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو مجلس الأعلى حكم إمارة عجمان، ومتابعة خاصة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استطعنا في السنوات الأخيرة بتأهيل كادر وطني في مجالات مختلفة جدا في إدارة البلدية والتخطيط. دولة الإمارات عندها جامعات متميزة تتأهل الشباب والشابات في مجالات مختلفة جدا وتخصصية. نحن شفنا شو حاجتنا من التخصصات في إدارة البلدية، واستعنا بكليات التقنية وجامعة الشارقة وجامعة الإمارات، كل جامعات ممتازة، وحددنا شو حاجة الدائرة من تخصصات. استعدنا بالمنطقة التعليمية في إمارة عجمان، أخذنا مجموعة من الخريجين ووزعناهم على بعض المؤسسات والجامعات، الكورسات اللي عملت خصيصة لإدارة البلدية والتخطيط، بعضها 6 شهور بعضها سنة. ما تخرج بشهادة بكالوريوس تعطيك دبلوم أو حتى شهادة الإنجاز، لكن تأهلك أن تطلع بالميدان كمفتش صحي، كمفتش بيئة، كمساح. من ضمن المنهج طويل المكان؟ نعم، هم عندهم اياه لكن يضغطونها لموظفي الدائره ويعطونهم هذا المجال فقط، لان دائما الجامعه تعطي تخصصات، يعني التخصص العام فيه محاور كثيره، لغات والى اخره، هذا التركيز فقط على الماده العلميه اللي مطلوبه للعمل الميداني. يعني يقطع القالب من الجامعه ومفصل
سبيل المثال يفتش صحنه، يفتش صحنه دور يروح يفتش على المطاعم وعلى المقاهي ومحلات المواد الغذائيه، ويجب يكون عنده خبره في مجالات معينه للتفتيش عشان يقدر يعمل تقرير عن التزام المؤسسات والشركات بمعايير الاماره. يؤهل الشخص في تخصصات معينه انه يطلع يعرف يقيم هذه المعايير كلها، بعضها في المواد الغذائيه، بعضها في الهواء، بعضها معايير حتى في مجال البناء والى اخره. ياتيك الموظف علميا ممتاز يحتاج الى 3 إلى 4 شهور خبره ميدانيه، يحدث ويروح يزور الميدان ويشوف العمل في الميدان. فالحمد لله يعني نحن عندنا دفعه الحمد لله تقريبا 30 مفتش صحه وياها، صار لهم اليوم 2 سنين يعملون في الميدان. ما شاء الله. هذا الكورس مدة تقريبا قبل 3 سنوات ونص اعتراف الى جامعه الشارجه. 6 شهور كانوا شباب وشابات ممتازين جدا. هل كانت مطروحات معينه مثلا؟ والله كانوا هم خايفين دائما الشباب، لانه دائما اخذوا فكره ان هذا عمل تخصصي لازم يوافق يقوم بالدور هذا. فلما نحن جلسنا معهم حسبنا يا جماعه ترى العمل مش صعب، سهل لكن يحتاج اجتهاد من طرفكم. انتم اليوم المواطنين يطالبون بوظائف ويطالبون بتعيين وترقيات، لكن هذه يجب ان تاتي بعد جهد، بعد مثابره، بعد اكتساب علم في البلد والمجتمع. الحمد لله يعني نتائجها كانت بدايتها كانت صعبه لكن نتائجها كانت الحمد لله ممتازه. اليوم الشباب عندهم خبرات ممتازه. اخترنا 4 من 30 اللي بيكملون بكالوريوس في مجال التفتيش الصحي والبيئي ويدخلون عاد بتعمق شويه في هذه المجالات عشان يكونوا موظفين اداريين في قسم الصحه والبيئه. مثال ثاني المساحه والتخطيط، الرسم والمساحه. ايضا اتفقنا مع الجامعه الامريكيه في الشرق وعملوا لنا كورسات ممتازه جدا في رسم المخططات وتخطيط الحضري والطرق ومجالات كثيره جدا. الان صار لهم تقريبا سنة ونص يعملون سنة ونص ما شاء الله. نعم. على طول العمر من خلال اطلاعي على منهاج التوطين لسمكم في البلديه لاحظت انه بعض يعني توطين بعض العناوين الوظيفيه، بمعنى بعض العناوين يعني بتكون بشكل اوسع. هي التوطين في جميع الفئات وجميع الادارات، جزء كبير من الادارات تخصصات موجوده وخريجينها موجودين. اليوم كل الرخص التجاريه على سبيل المثال او العمل الاداري العلاقات العامه والشؤون القانونيه تخصصات موجوده تقدر تبحث في السوق. وضعنا الحمد لله يعني عمر مواطنين عدد كبير، عدد تقريبا 88% وصل التوطين عندنا في دائره البلديه والتخطيط. بدينا الان كل سنه ناخذ مجموعه ونأهلهم. الان عندنا نقص نحن كان في مجال الهندسه المعماريه والمدنيه، هذه ما تقدر تعطي كورسات. فبدينا من 2006 برنامج المنح الدراسي، وهذا بأوامر صاحب السمو الشيخ حميد على جامعه عجمان للعلوم والتكنولوجيا، ومشكورين على دعمهم. يعطون سنويا تقريبا في حدود بين 20 و25 منحه دراسيه، جزء منها لاداره البلديه وجزء منها لبعض الادارات او الدول الحكوميه في امارات عجمان. اليوم نحن نحصد ثمار المنح الدراسيه هذه. كل شهر 6 ينضمون لنا تقريبا في حدود 6 أو 7 مهندسين. كل سنة. مهندسين مدنيين، معماريين، وكلهم ليس فقط من جامعة عجمان بل جزء منهم من جامعة الإمارات وجزء من بعض الجامعات الأخرى في الدولة. طيب لماذا لا يعمم على كل دوائر الإمارات؟ والله لأن
لكن البلدية تتكلم من نشاطها متشعب وواسع ف يحتاج لي يعني جهد كبير. عندنا شفنا في نفس في مجال المحاسبة وأيضا من تقريبا 2008 رأينا بعض الطلاب اللي هم يدرسون في الجامعة بعضهم في السنة الثانية وبعضهم في السنة الثالثة عطيناهم من عندنا وطلع لهم عقود ومكافآت شهرية أنهم يتوظفون في البلدية بعد انتهاء دراسة الآن ضمينا مجموعة من المحاسبين السنة هذه والآن في عندنا طالب إجانا يعني سمع عن برامج البلدية حاب يدرس بيطة في استراليا فهو الشخص راح استراليا وبدأ البرنامج وعلوم جامعة هو من العلاج يعني أهلا وسهلا نحن ندور في السماء لقينا العلاج فتكفلنا بمنحة الدراسية بكل النفقات لأن في نهاية اليوم نحن محتاجين عندنا مقصد كبير في الإمارة ونشاطات كثيرة والمعايير الصحية الآن نحن نشدد فيها سنة بعد سنة لمصلحة أهل إمارة عجمان يعني من المواطنين والمقيمين فيجب أن يكون عندنا كادر قوي في مقاصدنا في دخول المواد الغذائية فحصها العينات جهود كبيرة وجبارة حقيقة تبذلونها ولكن طول العمر من خبرتك ومن خلال سنوات العمل المباشر طول العمر شو هي مشكلة التوظيف في الإمارات؟ يعني من خبراتك ومن وجهة نظرك يعني نحن نملك ملايين العناوين الوظيفية وعندنا بضعة آلاف من الخريجين أو من الشباب الوطني وين المشكلة طويلة عمر في توطين هذه الوظائف؟ كثير نسمع هناك معرض وهناك معرض يعني تسألني عن خبرتي تحسني أنا كبير في السنة خبرتي بسيطة لكن هذا اجتهاد شخصي تعلمنا يعني في عملنا للأسف شبابنا ما يختارون التخصصات المرغوبة في السوق وهذا مهم جدا. أنا اليوم لما أروح للجامعة أروح على هواية شو التخصصات الجيدة شو ينصحني صديقي شو ينصحني أخ وهذا جيد لكن في أهم عن ذلك لازم نعمل استقرار السوق شو الوظائف المطلوبة في السوق. اليوم إذا صار عندي آلاف من الخريجين في تخصص معين السوق ما يقدر يستوعب هذا العدد كله. نحن اليوم كمؤسسات كدائرة بلدية على سبيل المثال نعطي أصحاب المنح اللي يتقدمون ونحن نشرح عندنا دورات تعريفية بمنح البلدية في آخر شهر من السنة الدراسية ونشرح للطلاب شو التخصصات اللي نحن بنرعاها ومطلوبة. فإذا الطالب هذا استمع للبلدية واستمع لغرفة التجارة والمؤسسة الفلانية والمؤسسة الأخرى شاف شو متطلباتهم وراح ودرس في المجال المطلوب ما بيلقى عائق في المستقبل في مجال التوظيف. بل إذا أنا أروح على هواي وأختار التخصص اللي يعجبني اللي هو أسهل ومريح